الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، اليوم كنا متوجهين إلى أبسكروت على الدراجة الهوائية. هذه الهواية اللي كنمارسها منذ سنوات وكنعشقها، كنلقى فيها الراحة ديالي، وإن شاء الله نشوفوا الطريق ونوريكم أركان فين نوصل. كي لاحظت لأنه احتاج للماء بزاف، مسكين يجف كاع هاد الأركان. يا ربي ترحمنا بشيخنا. كنبارطاجي معكم هاد الفيديو باش نخرجوا شوية من الزراعة ونوريكم بعض الهوايات اللي كنمارس، وهذه كنمارسها منذ سنوات تلك. واكبر مسافه درنا هي مشينا تالوتان ورجعنا، مشينا من الصباح ولكن تغدينا في تالوتان وضلينا حتى العشيه على دخلنا، وقطعنا واحد المسافه مشينا عاوتاني لتيزنيت. مشينا لتيزنيت ورجعنا عاوتاني في العشيه، مشينا لإتباها كل أسبوع كنخرجوا ليه، كنخرجوا في الجمعات. هنا كاين مشترك الطرق، هنا كاين الطريق ديال لوتوروت اللي كدير مراكش شاهد معايا. هي لوتوروت هادي، وهادي الطرق حتى هادي الطريق الثانوية العادية، هادي الأخرى العادية اللي كدير أبسكروت. أبسكروت كيبعد بعيد بعيد على أكادير في الطريق هاد الطريق هادي، الوحيد واحد حوالي 38 كيلومتر. يعني راه كنقطعو تقريبا 80 كيلومتر في هاد المشي هادي، مشي ومشي. هنا كنشاهدو الأركان، الله يرحمنا، خاصة الشتاء حتى الما دابا ولاو كيقطعو علينا في البراج الليل، ولاو كيسدو علينا الما على شاط الليل. يلا نقرب أبسكروت ونعاودو نتبعو هذه الطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش، فواحد المسافة ديال 200 كيلومتر. كنشاهدو بأن الحركة قليلة نظرا لهذا المرض ديال كورونا. وهذه هي السيارة ديالي باش كنجي. الآن كتبقى لي واحد 20 كيلومتر الأبسكروت، إن شاء الله نقطعها ونتواصل. Thank you.
بالمعز القرقان. بارك الله انت طبيعي كي ياكل على القرقان. اوكي طلع الشجر. يلا كملوا الطريق. هنا كنصور لكم الجفاف اللي تصاب به الارقان نظرا لقلة التساقطات المطرية. كتشوفو الأرقان قاع مسكين بنات ملايين ديال الهكتارات ديال الأرقان يساوي بالجفاف. ربي السلامة الله يرحمنا. رغم أن العروق ديالو كيمشيو كيمتدو تحت الأرض 50 و60 متر باش كيقلب على المياه، ولكن مكاينش المياه الجوفية لتحت، داكشي علاش تصاب كل هاد المناطق هادو ديالها مسكرة تصاب بالجفاف. شوف الشجر كيبان لنا مسكين، هذا المنظر كاع بغيت نصورو كاع، ولكن واش غادي ندير؟ ولكن إن شاء الله إلا طاحت الشتا مازال يحيا هذا، مازال يحيا هذا الأرقان هذا. هانتوما كتشوف إنا لله وإنا إليه راجعون. الهكتارات ملايين ديال الهكتارات ماشي ضواحي أمس كروز. فالماعز ما عندو ما ياكل مازال مسكين. وكاين شي وحدين اللي باقيين خضرين كيف كتشاهدو هما، هادو عندو واقيلا المياه تما في الأرض الجوفية، هنا والو. يلا تبعوا الرحلة ديالنا، غنمسكرو إن شاء الله نشوفو ونوريكم كي كان في الطرف كان ناخد الزيت، ونوريكم العسل الطبيعي إن شاء الله تما في مسكرود. يلا بقاو معنا. الآن كندخلو مشاهدينا الكرام إلى مسكرود. هادو من الجبال المحيطين بها، احنا في بلاكات 60. هذا هو الارقام ديالهم المسجد. هنا في وسط امسكرود غنتوقفو هنا في هاد القهوة هادي، نشربو واحد البريد ديال اتاي في الشيبا، وعندهم زيت العود جديدة، وعندهم العسل الطبيعي، ونواصلو إن شاء الله. هي هادي فاش كنفطر، قهوة جميلة. مرحبا بكم، هاهم الطاجين عندهم العسل إيداو تاني. بسم الله. هنا عندنا الطواجن ديال المعزي. إلا الطاجين المعزي؟ إيه. هنا موجود كلشي عندهم. هذا العسل، العسل كولية. هذا العسل طبيعي، لكن شريف كل شيء طبيعي. عسل مزيان.
سمعت البرق وثي الشباب البرق الصين وحده يا البرق الزينات هذا الطواجن ديال الزين اللي بغا شي طاجين واحد بيه عمر سي برمزي انا دابا ناكل شي حاجه لا هذيك اللي كنفطروا عنده كل خطره ملي كنجيو لامسكرو بالبكره عنده جميع الانواع ديال العسل طبيعي وعنده كاملو مرحبا بكم عنده وعنده زيت الدجاج يعني هذا شوف هذا هي هي هاي كان ديال الزعفر بسم الله كان ديال الطرموس ديال الكومنيس بسم الله بسم الله بسم الله طبيعي الحمد لله كنعملو يا الدوز تقدر تقول لنا اثمنه شي يعرفوا الناس هذه 400 درهم ديال العشوب هذه كدير 400 درهم ديال العشوب اش من العشوب يكون فيها الشوبه الكار الزعفر العرعار كاين ديال الزعفر بحال هذه وحده كدير 400 درهم 400 درهم كاين هذه الشوكولا كدير 300 كاين الطرموس ودير الليمون اللي رخيص شويه الليمون ها هي شحال كدير حاجه مليحه 70 درهم 70 درهم 70 درهم مشاهدي الكرام ديال سميتو ديال الطرموس 25 فرون الطرموس اللي ما عمرنا شفنا العسل ديال الطرموس هو هذا العسل ديال الطرموس كيدير 25 فرون كاين ارغان ها هو 25 ارغان طبيعي شحال كيدير؟ 5000 ريال وبالنسبة للزيت اللي قلنا لك دابا زيت العود الجديدة الزيت ديال العطر اللي كدير 55 درهم 55 درهم لتر زيت جديدة مرحبا بكم عنده المحل فين جا؟ عمصر عود عند مولاي إبراهيم عمصر عود عمصر عود عند مولاي إبراهيم استوى على مولاي إبراهيم ياك؟ يلاه سيدي نشكركم وعنده الطواجن قلت لكم ديال المعزي مرحبا بكم نبغي نتغدى يلا كنشكركم متابعينا المشاهدين الكرام السلام عليكم نفطروا ونعاودوا نكملوا الطريق ان شاء الله غادي ندير مع في المعزي ديال البلاد غادي ندير مع دابا الزيت وفريت في السكيلو وهذا فيه الربح تاع هو هذا مع الزيت العود كلشي معزي ياك كلشي معزي كلشي معزي اللي فوق المعزي كياكل غير ارقان انا ارقان على العشوب ديال المعزي ديال البلاد ديال البلاد ديال البلاد مخدر كل شيء هادو معزي ياك كل شيء معزي مرحبا بكم اللي بغى شي طاجين ديال المعزي تقدر تقول الثمن شحال كاين الثمن هادو 40 درهم 40 درهم هذا الصغير 40 درهم الصغير 40 درهم والكبير 75 75 درهم مشاهدي الكرام هذا فيه نص كيلو نص كيلو ديال المعزي بالبصله ديالها طبيعيه صفله والزيتون والفريت والزيتون والفريت ب 70 درهم ياك 75 درهم 75 درهم عند الاسم اسمه حسن ارغانا سي حسن ارغانا يلا مرحبا بكم مرحبا بكم هذا الفطور انا كنفطر بزيت العود طبيعيه هذه جديده هذه زيت العود والخبز ديال تفرنوت وتايب الشيبه صحتكم الفطور ان شاء الله نواصل الطريق مشاهدي الكرام حنا راجعين من امسكرود طريق جميله